نحييكم مشاهدينا متابعينا الكرام، جمهور وعشاق هذه الرياضة، نحييكم من جديد عبر انطلاقة جديدة لهذه التحديات المميزة، شوطنا الثالث الذي ينطلق قبل قليل والمخصص لفئة الأبكار. تحدي جديد يعلن على أرضية ميدان الشعب ضمن هذا المهرجان السنوي الذي يقام على أرضية ميدان اللبسة. مرحبا بجميع الحاضرين، مرحبا بجميع المشاركين، الأعداد الهائلة والكبيرة التي تتوافد على أرضية هذا الميدان. نتابع معكم هذا التحدي ليبدأ مع المركز الأول وأبدأ مع مقدمة هذا الشوط والصدارة. لنتابع معكم القيادة، شعار يعروف بن علي بن شنة آل شتبي، من يتواجد هنا في مقدمة هذا الشوط أو بحور عفوا، لسلطان بن راشد بن سرود المنصوري. المركز الثاني من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أتابع النقل والانتقال هناك مع انطلاقة هذا الحضور الرائع بن غالب الذي يسيطر على الأمور، حضور كبير ما بين هذه الشعارات الكبيرة. المركز الثاني نقلتنا على انطلاقة الداودية لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري، ينتقل إلى المركز الأول بحور على المركز الثاني مع الانطلاق الرائع لسلطان بن راشد بن سرود المنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث تأتينا النقلة، التدخلات الكبيرة والمنافسة الكبرى ما بين هذه الشعارات التي تتنافس فيما بينها على المركز الأول، تتنافس على مقدمة الشوط على الناموس الأولي. بسم الله ما شاء الله، أعود من جديد مع مقدمة هذا الشوط بن غالب، بن غالب على المركز الأول والبداية، يقدم لنا الداودية راشد بن سلطان بن غالب المنصوري على المركز الأول، يبغي النقطة الثانية في الحضور الكبير وفي اليوم الكبير. المركز الثاني، المركز الثاني أتابع بحور لسلطان بن راشد بن سرود المنصوري، من يركب البحر لا يخشى من الغرق يا المنصوري، من يركب البحر لا يخشى من الغرق، لا يخشى راعي بحور من التنافس والقوة في هذا التحدي. شعار بشاوي من الجانب الآخر يهدد، شعار المتفائل، شعار المتفائل، عبيد بن راشد بشاوي القفلي بدأ في هذه اللحظات بالاقتحام بالتسلل مع الانطلاقة والوصول المميز. شقرة خلفان بن راشد بشاوي القفلي يتسلل إلى المركز الثاني. المركز الثالث الشبابية لحمد بن راشد بن نايع. المركز الرابع دكتور الأصايل، دكتور الأصايل يصل مع الواصلة لخليفة بن سلطان بن رشيد الشتبي. والمركز الخامس مع انطلاقتي وتحدي مزون لسالم بن سعيد بن منانة، لكن بعود، بعود مع بن غالب، بعود مع بن غالب، هو الأول وهو الطالب لناموس هذا الشوط والمقدمة والبداية مع الداودية، مع الداودية راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. بو سلطان، بو سلطان هو السلطان، هو زعيم للميدان حتى هذه اللحظات مع المركز الأول. ترقص طرب وعصاها في الإبطان، ترقص طرب وعصاها قوس، ما قالوا لها شيء، ما غثوها، ركضها تلقائي بالنايع
بالنايع مع العرض الرايع على المركز الثاني مع الشبابية حمد بن راشد بالنايع شقرا على المركز الثالث لخلفان بن راشد بالشاوي القفلي رابع المراكز خليفة بن سلطان بن رشيد ارحب يا بن مسفر ارحب يا بن مسفر ارحب يا بن مسفر علي بن مسفر بن علي الخيالي مع الفاتنة يتدخل على المركز الخامس ولكن بعود الله 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 الصدارة مع الداودية نصل إلى نقاب علو إلى نقاب علو الأمتار النهائية والصدارة مع الداودية لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري روحت مع المركز الأول انطلقت مع النهاية هنا القوية في قيادة الشوط والبداية روحت مع المركز الأول باي باي بالنايع عنده كلام ثاني بالنايع عنده رأي مختلف في اللحظات الأخيرة بن غالب بن غالب ما تغلبونا بن غالب ما تغلبونا سلام يا بن غالب سلام تهانينا والناموس لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري على هذا الفوز وانتصار الداودية بالمركز الأول وحضورها المشرف بناموس هذا الشوط سلام بن غالب سلام المركز الثاني شبابية حمد بن راشد بن نايع المركز الثالث الواصل خليفة بن سلطان بن رشيد المركز الرابع فاتنة علي بن مسعود الخيالي المركز الخامس مياسة للشيخ حمدان بن محمد بن ركاض والمركز السادس شقرة لخلفان بن راشد بشاوي القفلي هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كانت النتيجة وكان التحدي لمنافسات هذا الشوط منافسات هذا التحدي على أرضية ميدان الشعب على أرضية ميدان اللبسة التنافس كبير الشعارات قوية والحضور أقوى بالفعل ضمن هذا التميز على أرضية أمقيوين شوط كان مثيرا بالفعل والداودية استحقت هذا الاسم الكبير والتاريخي في عالم سباقات الهجن تهانينا والناموس لك يا راشد يا بن سلطان بن غالب المنصوري هذه لحظات وصول الداودية إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار 6 دقائق 18 ثانية 27 جزء من الثانية سلامي عليك يا مالك الداودية بينما اللي وصلت في المركز الثاني وكان حضورها رائع الشبابية لحمد بن راشد بن نايع بشاوي القفلي حضرت بتوقيت 6 دقائق 18 ثانية 99 جزء من الثانية تهانينا والناموس ايضا لابو احمد بينما المركز الثالث اللي حضرت الواصلة لخليفة بن سلطان بن رشيد حضرت بتوقيت 6 دقائق 20 ثانية 21 جزء من الثانية هكذا كانت نتيجة المراكز الثلاثة المتقدمة تهانينا والناموس للفائزين تهانينا والناموس لجميع الحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة